مشروع شورك هو من أهم المشاريع اللي تؤمن الهيئة العامة للمعاشات بقدرتها على إحداث تغيير كبير في حياة المؤمن عليه، بحيث تضمن استمرار علاقته الوظيفية مستمرة، وبالتالي ضمان معاش تقاعدي أكبر في المستقبل في حال تقاعده. لأن الإجراء السابق كان يوجب على المؤمن عليه في حال تعذر انتقاله أو عدم حصوله على موافقة بالانتقال من قطاع إلى قطاع أو من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى بأنه يستقيل ويحصل على مكافأة نهاية خدمته، وبالتالي يضطر إلى البدء من أول جديد في التأمين الاجتماعي. اليوم الإجراء الجديد حسب شورك بيمكن المؤمن عليه في حال عدم تيسر انتقاله من قطاع إلى قطاع أن يتقدم باستقالته، وهو في هذه الحالة أمام خيارين: إما أن يختار عدم صرف مكافأته لغايات استمرار خدمته واعتبارها خدمة متصلة، أو أنه يختار صرف مكافأته، وهذا طبعا حسب ظروفه. وبطبيعة الحال هذا المشروع له عدة خطوات. أولها أن المؤمن عليه عند تقديم الاستقالة يحرص على اختيار شورك، وهو المبدأ اللي يختار بموجبه عدم الصرف لغاية الاستمرار في الخدمة. ثاني خطوة، يجب أن تحرص كمؤمن عليه على قراءة الشروط والأحكام قبل التوقيع على النموذج الخاص بشورك، لأن صاحب العمل سيقوم بالنيابة عنك إلى تحويل هذا الإجراء كطلب إلى الهيئة العامة للمعاشات. الخطوة الثالثة، ستقوم الهيئة العامة للمعاشات باستلام طلبك ومراجعته لاعتماده والتأكد من استيفاء لجميع الشروط والأحكام. الخطوة الرابعة، يجب أن تحرص كمؤمن عليه على الالتحاق بوظيفة خلال فترة 6 أشهر لاحقة من استقالتك كحد أقصى. الخطوة الخامسة والأخيرة، يجب أن تحرص كمؤمن عليه على تقديم طلب ضم خدمة خلال شهر على الأكثر من التحاقك بالوظيفة الجديدة. وفي هذه الحالة بتكون ضمنت استمرار خدمتك متصلة بدون انقطاع أو أي تكاليف مالية.